الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في درس من دروس علم الفرائض. يسعدني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بفضيلة الشيخ علاء عامر حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، إن شاء الله درس اليوم سيكون بإذن الله عز وجل في المسألة المشتركة. نعم. كذا؟ نعم. طيب، قال المصنف حفظه الله تعالى: نعم، المسألة المشتركة أسماؤها المشركة. نعم. كذا؟ المشركة والمشركة. طيب، المشركة بالفتح والكسر والتشديد، والمشتركة بكسر الراء واليمية والحجرية والمنبرية والحمارية. نعم. أركانها: زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق أو أكثر. نعم. شروطها: قبل الشروط طيب، نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طالب العلم، هذا الفصل وهذا الباب كل العلماء يكتبون يقولوا عنه ايه في تسميته، يقول ايه؟ المسألة المشتركة. اذا هي كم مسألة؟ مسألة واحدة. اسمها مسألة مشتركة. نعم. لماذا تميزت عن غيرها؟ لانها وقع فيها اضطراب في حلها. نعم. بين علماء الصحابة. نعم. وما زال ذلك الامر الى ائمة المذاهب رحمهم الله اجمعين الى زمننا هذا. وقع فيه اختلاف. هي بالإضافة إلى ما وقع بجانبها من أحوال من الورثة فاشتهرت. نعم. وصارت علامة بذاتها، فسميت المسألة المشتركة. لأن عمر شرك فيها كما سيأتي أناس مع آخرين. نعم. طيب، قال ممكن يسمى المشركة أو المشتركة، كل هذا جائز. أو اليمية والحجرية والمنبرية. نعم. سيأتي أن أحد أطراف قال: وهاب أن أبانا حمارا، لا كان حجرا في اليم. نعم. نسميها حجريه. نعم. وسميت يمية باليم. هب ان ابانا كان حمارا، يبقى اسمها حماريه. نعم. منبريه، قلنا احد الصحابه على المنبر، سميت منبريه. لكن اؤكد للطلب على شيء، كل هذه اسماء. كلها ايه؟ اسماء. لكن المساله واحده. لذلك اللي انت تهتم به ايه؟ انك تهتم به اركانها، شروطها، كيفيه حلي. أرجو أن تعيد مرة أخرى محمد معنا الأركان. نعم. أركانها: نعم، زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق. عفوا، أركانها زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق أو أكثر. أرجو. نعم. يحفظ الكلام. نعم. عندي إيه؟ عندي زوج. زوج. أم. إخوة لأم. أخ شقيق أو أكثر. نعم. يعني أخوين، ثلاثة، أربعة. نعم. وهكذا بحضرتك. يبقى هذه شروط لابد من وجود الأركان الأربعة هذه. إذا اختل ركن منها تغيرت المسألة ولم تعد مسألة إيه؟ مشترك. لم تعد مسألة مشترك. يعني سيسقط الحكم تبعا لتغير المسألة. نعم. الأربعة هؤلاء الشيخ الرحبي عندك أوجزهم. جميل جدا. سيأتي إن شاء الله. طيب، نقرأ الشروط. طيب، مرة أخرى ونوضح كمان. نعم. شروطها: نعم، أن يكون أولاد الأم اثنين فأكثر. عشان كده قلنا إيه؟ زوج وإخوة لأم. أبناء أم. لابد أن يكونوا إيه؟ جماعة. والجماعة في المواريث اثنان فما فوق. نعم. الشرط الثاني: أن يكون الأخ شقيقا، سواء كان واحدا أو متعددا، معه أنثى أم لا، فلو كانوا لأب سقطوا إجماعا. تمام. يبقى من شروط المسألة دي أن الخانة اللي فيها الأشقاء لابد أن يوجد بها ذكر.
اسم اخ شقيق لابد ان يؤذى بها. هذا الاخ الشقيق قد يكون واحدا او اكثر، او اخ شقيق ومعه ايه اخوات شقيقات. نعم. لكن اذا تغير الاخ الشقيق وجاء بدلا منه اخ لاب، تغيرت المساله تمام. نعم. الشروط سقطت. انا مش هتعجل، مش هز... انا عايز نحاول نفهم الكلام النظري بناخده عملي. نعم. العملي حيبينه جدا جدا. يبقى الركن الاول اولاد الام جماعه. الركن الثاني ان خانه الاشقاء فيها ايه؟ فيها ذكر فاكثر ثلاثه. ان يكون بين الاشقاء ذكر، فلو كانوا اناثا ورثنا بالفرض وبطل الاشتراك. يعني لو وجد في خانه الاشقاء شقيقات او شقيقه هترث بايه؟ بالفرض. طالما ورث بالفرض لا حيلة لي ولا انت ولا احد فيه، هذا فرض من لا قبل احد فيه سترث فترث. اذا هذه يعني بيسموها شروط او يعني تنبيهات لك قبل ان تخطب. احفظ الكلام جيدا جدا. الزوج اخوه لام، اخوه زوج وام، زوج وام واخوه لام واخ شقيق او اكثر، اربعه. الزوج طبعا لا يتعدد، لكن الاخوه الام يتعددوا. نعم. والام لا تتعدد. طب والاشقاء لابد ان يوجد فيهم ذكر. نعم. وجد هذا التصور تبقى المساله اسمها المساله ايه؟ مشتركه. المشتركه، المشركه، اليميه، الحماريه، سمي ما شئت. طيب. نعم. حلها، اختلف في حل المساله مذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وهناك مذهبان في حل المسألة. قبل ما تقرأ بقى المذهبان هناخدهم احنا ايه؟ طيب. مسائل هنا عشان ايه الاخوة يشتركوا معانا. خلاص. وبعدين ترجع تقرأ مرة أخرى. طيب. نعم. ماليني بقى محمد. زوج. زوج. وأم. أم. إخوة لأم. اثنين نون، اثنين إخوة لأم. مش مشكلة، إخوة لأم. وأخ شقيق، أخ أو أكثر طبعا شقيق. لا أنا عايزين مكتوب عنه بس هنا المسألة المذكورة في المثال أخين لأم. ما هو هم اثنين أخ لأم. أنا كاتب إخوة لأم. ما تفرقش معايا. يبقى أخ شقيق أو إخوة أشقاء، مش تفرق معانا ديت. بص أخ محمد معانا. نعم. شوف تابعوا معانا يا شباب. الزوج هنا هياخذ إيه؟ النصف. النصف تفضل. ليه؟ لعدم وجود الفرع الوارث. الفرع الوارث تمام. الام عندي مجموعه اخوه خالدون، ثلاثه اخوه اشقاء. مجموعه اخوه، يبقى الام تاخد ايه؟ السدس. السدس لوجود الاخوه، لوجود الجمع من الاخوه. من الاخوه. طيب الاخوه لام الثلث. ليه؟ لكونهم جمعا ولعدم الأصل والفرع. والفرع. أحسنت يا شيخ. الإخوة الأشقاء الباقي تعصيبا أولى رجل ذكر. رجل ذكر. هذا ما تعلمنا. نحل المسألة حسابيا 3 6 2 المسألة من 6 نصف 3 السدس 1 الثلث 2 يبقى كم للشقيق؟ 2 3 6 لم يبقى شيء. جاءت المشكلة فين؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه حل المسألة حينما عرض عليه في أول عرضة عليه، حلها هكذا بمحض بعض الصحابة. بدا الصوم. والإخوة الأشقاء ما أخذوش حاجة. خرجوا، لم يأخذوا شيء. مع التأمل أيهم أشد قرابة للميت؟ هل الإخوة الأم أم الإخوة الأشقاء؟ الأشقاء. أشقاء. لا، الإخوة الأم أبعد. طيب كيف الإخوة الأم يأخذوا والإخوة الأشقاء لا يأخذوا؟ يخرجوا صفر اليدين. فلما اتحلت المسألة كده خلاص قضيت، وقضى عمر بهذا وتوزع المال وراح كل شيء في طريقه. نعم. من حكمة الله جل وعلا يقول ما أنه عادت نفس المسألة لعمر من قابل مع أناس آخرين، لكن نفس المسألة هي بالضبط. فعمر جاء بشيء جديد بعد أن استشار الصحابة وعلى رأسهم زيد. عمل ايه يا عمر؟ جاءه زيد وقد اراد عمر ان يحل المساله بنفس الطريقه الثلث والتعصيب، فقال يا امير المؤمنين هؤلاء اشقاء
وهي الأم. نعم والله ما زادهم ذلك إلا قربا، يعني أشقاء أشد قرابة من مين؟ من الإخوة الأم. هذه واحدة. الثاني، هب أن أباهم كان حمارا. المقصد مش أنه كان حمارا حقيقة، المقصد أنه لا قيمة له، لا وجود له. إذا إذا كان أبوه حمارا فما درجة قرابتهم لبعضهم؟ كلهم إخوة اليوم. صح. هب أن أبانا كان حجرا ملقا في اليم. أبونا زي حجر رميناه في المكان راح ضاع. كلنا إخوة ليه؟ اليوم. طب ما زادهم الأب إلا قربا. نعم. فعمر نزل على رأي زيد، زيد عمري قال نشركهم جميعا في الثلث الباقي. باعتبار أنهم جميعا إخوة لمين؟ لأم. لأم. يبقى يرثوا جميعا بالتعصيب. لا. أمال إيه؟ طيب وإيه؟ الرحبي حي، أنت هتقرأ الرحبي قال فاجعلهم كلهم لأمي. لأمي. فالإخوة لأم ليس فيهم عصبة. واجعل أباهم حجرا في اليم. فالإخوة لأم ليس فيهم عصبة. نعم. فهنقول كلهم كده جميعا يضوي الثلث تعصيبا؟ لا، هنديهم كلهم إيه؟ الثلث مع بعض. كل باعتبار ان هؤلاء صاروا اخوه ايه؟ لام. اخوه لام. نعم. اذا صار جميع الاخوه اخوه لام. نعم. طالما انهم اخوه لام، ايه اللي هيترتب عليه بقى؟ الاخوه لام دول طلع لهم 1000 جنيه. هنيجي نقسم المال بعد هذا. هيجي الاخ الشقيق يقول انا ليا الذكر ضعف الانثى؟ لا. الشيخ الرحب ايه؟ قال فاجعلهم كلهم لامي. أصبحت الرابطة بينهم أنه إخوة لمين؟ لأم، أبناء أم جميعا. إذا لا فضل للذكر على الأنثى. يبقى خلي الثلث ليه؟ لكونهم جمعا، لكونهم جمعا ولعدم الأصل اللي هي الشروط بتاعت وعدم المسألة المشتركة. انسى إن ده كان إيه؟ شقيق. نعم. الزوج كما هو النصف لعدم لعدم الفرع. الام السدس كما هي لوجود الجمع الاخوه. نعم. التغير صار هنا. فجعل الاخوه الاشقاء كانهم اخوه لمين؟ لام. لام. وهذا القول من الاقوال اللي تدل ان في كثير جدا من الصحابه منهم زيد هذا المتخصص في هذا الفن. نعم. كان له نظره. طيب العلماء ما زالوا، نعم في اختلاف. بعض العلماء يقول اننا نبقى على الشكل الاول، ان هذا الموافق للنصوص. هذا الموافق للنصوص. علماء اخرين يقول لا، المذهب الثاني اوضح، جاء بين النص وبين الفهم. نعم. بين الامرين، فنمضي عليه للسوره الثانيه في الحال دي. والله تعالى اعلم واعلم. هذا الذي مضى عليه عمر اخرا فصار هو الاقرب الى الصواب، ولكن لا ننكر على من خالف في ذلك ان هذه مساله اجتهاديه، والمساله بس تكون لها مثار اجتهاد. نعم. يرد فيها ويقال هذا او ذاك، لا حرج، الناس اشكال مطلقه في ذلك. طيب. لكن الاجتهاد الابعد جدا ان ياتينا في زماننا واحد الان ويروح حلل المساله بشكل بقية مختلف عن مختلف عن السلطتين. يقول انت اتيت ما لم ياتي به الاوائل. تمام. الله يفتح عليك. طيب. اقرا بك محمد السوره الاولى. ذهب ابو بكر وعلي وابن عباس وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري وابن مسعود في أحد قوليه رضوان الله عليهم جميعا. نعم. إلى أن للزوج النصف وللأم السدس ولأولاد الأم الثلث، ولا يبقى شيء للإخوة الأشقاء بناء على القاعدة العصبات، وهي أنهم يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض. نعم. وهنا استغرقت الفروض أصل المسألة فسقطوا وأخذ بقولهم. نعم. الإمام أبو حنيفة. نعم. والإمام أحمد، وأحد القولين للشافعية. نعم. وهذه الصورة، ليه الصورة الأولى؟ إن الأم الزوج يأخذ النصف، الأم السدس، الإخوة الأم يأخذون الثلث. نعم. والإخوة الأشقاء الباقي تعصيب. بناء على قاعدة العصبات ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى رجل ذكر لم يبقى له شيء، خلاص يسقط. نعم. هذا ما مضى عليه هؤلاء الجمع المبارك من الصحابة، ثم انتهى الأمر بذلك إلى أبي حنيفة رضي الله عنه وإلى أحمد. نعم. رضي الله عنهما أجمعين. نعم. نعم. وأما المذهب الثاني. نعم. فقال به من الصحابة رضوان الله عليهم
عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن مسعود في آخر قوليه عمر وقضى به عمر أخيرا، وهو تشريك العصبة مع أولاد الأم تشريك العصبة وهو تشريك العصبة مع أولاد الأم في الثلث، وأخذ به كل من الإمام مالك وقطع به أصحاب الشافعي. نعم إذن هذا القول الثاني اللي هو الصورة هذه، نعم إن نشرك الإخوة الأشقاء مع إخوة اليوم لأم في نعم الثلث باعتبار أنهم جميعا أبناء أم، نعم فلا فضل للذكر على الأنثى الأنثى ولا تعصيب، نعم كل يتساوى. نعم هذه الصورة هل هي أرجح أم الصورة الأولى أرجح؟ ساعات بعض إخواننا الشاب يحاول إيه؟ يحشر أنفه فيما لا أنف له فيه، نعم يقول لك طب مين الأفضل، الأولانيين أبو بكر ولا المذهب الثاني؟ يا سيدي الكريم، هذه كل اجتهادات من العلماء، هؤلاء العلماء اجتهدوا من جيل الصحابة التابعين وبعدهم، هذه اجتهادات. أنت لا تجعل نفسك حكما على من هو أعلم منك، الحكم هو الأعلم دائما الأفقه. هؤلاء علماء أجلاء كرام اختلفوا ونحن على دربهم نسير. طيب ناخذ أي مذهب؟ المذهب المعمول به في مصر مثلا، والمذهب الثاني هذا الذي قضى به عمر أخيرا التشريك، خلاص نعمل به. نعم هب أنك ذهبت إلى دولة كالمملكة العربية السعودية حفظها الله، يأخذون بالمذهب الأول مثلا يعني. نعم رحت باكستان، أندونيسيا، يأخذون المذهب الأول، أنت على مذهب القاضي نعم لا خيار لك. فالمسألة سهلة ويسيرة، المقصد أن هذه لمحة جديدة في التشريك بين الأشقاء وبين مين؟ أبناء الأم. في لمحة جميلة بقى، سبحان الله العظيم، حاجة القوي إلى الضعيف. دائما نقول الضعيف بيتسطى في القوي، همشي كده. هنا حاجة القوي إلى مين؟ إلى الضعيف. أيهما أقوى، الشيخ أم الذي الأم؟ الشقيق. هذا الشقيق يترجى ابن الأم أن يكون سبحان معه، الله. سبحان الله العظيم. سبحان الله. حتى أنه يقول له هب أن أبانا كان حمارا. بص إيه اللي تقصد يا شيخ محمد. سبحان الله. إلى أي مدى المال يفعل في الأبناء؟ هب أن أبانا كان حجرا. يعني من المصلحة ما تسيبش حاجة بقى، لا هبهدلون الأولاد بعد كده. لا إن شاء الله ربنا يكون الصالحين يا رب. اللهم فأقول هذه مسألة في حاجة القوي إلى الضعيف. نعم. ربنا أحوجهم إلى أبناء الأم. لماذا؟ حكمة من الله. ولا يعني يتألى علينا أحد يقول أنتم تفضلون أنتم تفعلون، لا، الحمد لله شرعتنا وفي هذا الباب لا تضاهى، لا تقارن، لا تبارى، لا أحد مطلقا في هذا التراك بتاع الرياضة ده، التراك بتاع الكورة، موريس ما حدش معانا فيه، هو ده بس إسلامي فقط لا غير، فضل الله جل وعلا. نعم نعم أحسن الله إليك. نعم وإلى هذا المذهب أشار الإمام الرحبي رحمه الله تعالى. قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: أيوة. وإن تجد زوجا وأما وارثا وإخوة للأم حازوا الثلث، وإخوة أيضا لأمي وأبي وإخوة أيضا لأم وأبي، أيوة. واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل آباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوات ثلث التركة، فهذه المسألة المشتركة. ما شاء الله. نعم. أخرجها لنا من بين وإيه؟ من فرث المذم. أيوة سهولة جدا. جميل. فهذه المسألة المشتركة. أنت عاوز إيه تاني بقى؟ المسألة المشتركة حتى تنضبط في عقلك، نعم، ولا تغيب عنك. أنا أقول الإخوة دائما هذه المسألة وأمثالها من المسائل المنفردة كما مر معنا في العمريتين وكما سأتي في الأكدرية. نعم. هذه المسائل دائما تيجي الامتحانات، بس تيجي إزاي؟ يعني إزاي المشيخ هيسقها لك في الامتحان؟ هو عايز يعرف أنت فاهم الأكدرية ولا فاهم المسألة دي المشتركة ولا، فيأتينا بنفس المسألة بس مع اختلاف فين؟ شوية في المسألة. خليه حضرتك هتقرا ايه بعض الامثله عندك، طيب، واللي هي المسائل نحل يعني مسالتين ثلاثه علشان نوضح كيف يختبرني المصنف، زي عامل ايه بيختبرني فيها ازاي. طيب. تفضل. ماتت عن زوج زوج وجده وجده واخ لام اخ
لأم وأخت لأم أخت لأم وأخوين شقيقين. يبقى أخ شين اتنين ماشي كده؟ صح. أنا أحل المسألة. الزوج أخ محمد له النصف لعدم الفرع الوارث، نعم. ماشي كده؟ صح. الجدة ما فيش أم، بدل تاخد السدس لعدم الأم. طيب. عندي أخ لأم وأخت لأم، أعطي هذا السدس وهذه السدس، لا أخ كلهم مع بعض ياخدوا إيه؟ الثلث. الثلث لكونهم جمعا ولعدم الأصل والفرع. الله يفتح عليك. ولعدم الفرع. أحسنت يا محمد. طيب الأخ اثنين أخ شقيق ياخدوا الباقي تعصيب. أحل المسألة 3 6 2 يبقى المسألة من 6، النصف 3، السدس 1، الثلث 2، هتوزن 1 1، لا يبقى شيء. صح كده؟ لا صح. لم يبقى شيء لمين؟ ولكن لأصحاب التعصيب. خد بالك من إيه؟ أولى رجل ذكر، لم يبقى له شيء. طيب. طب لو أنا أخذت مذهب عمر مذهب التشريك يبقى مش هنحل كده، هنضيف الاثنين الأخوة الأشقاء مع مين؟ مع الاخوه الام. الجيت في المساله ايه؟ جيت ان امر رحب رحمه الله قال ايه؟ قال وان تجد زوجا واما وارثا، دي مش ام دي جده. لكن صح. الجده لم تغير في المساله. لانها يعني انزلت منزله الام. بالضبط. هي ام عليا. ان تجد زوجا واما وارثا. نعم. واخوه للام حاز الثلث، واخوه ايضا لام وابي. واستغرقوا المال، دول كلهم كده اهو، واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم دول، نعم، فاجعلهم كلهم لامي، واجعل اباهم حاجرا في اليم، واقسم على الاخوه جميعا، واقسم على الاخوه ثلث التاركه، فهذه المساله المشتركه. هو هنا عمل لي موضوعين، جاب لي الجده ما غيرتش حاجه، الإخوة لأم جاب الأخت لأم، جاب أخت لأم وجاب أخ لأم. نعم. يعني إذا كانوا في مصر كده بدل ما هم مجمدين خلاهم يفكر، ده لوحده، إخواننا في الخليج وصرف، ده لوحده ده لوحده. عايش رأيي أنا إيه؟ لا طالما أجمعهم كلهم في خانة واحدة اسمها إيه؟ الثلث. واضح معانا كده؟ نعم. ناخد غيرها برضه عشان إيه؟ طيب كافة مساحة هتوضح لنا الحلول إن شاء الله. ماتت عن زوج، ماتت عن زوج وأم، أم وأخ لأم، أخ لأم وأخ شقيق، أخ شين وأخت شقيقة، أخت شقيقة، تمام. زوج، أنا باخد التمارين دي على إيه؟ على المسألة المشتركة. نعم. طب قولي وإن تجد زوجا وأما وارثا، الزوج موجود الأم، وإخوة للأم. عندك إخوة للأم يا أحمد مثلا؟ ولا عندك إيه؟ في أخ لأم. في أخ لأم. مفيش إخوة لأم. لا. صح كده؟ في أخ لأم. إيه اللي هيحدث؟ إن لو وجد الإخوة للأم هياخذوا إيه؟ الثلث. طب وجد الأخ منفردا؟ هياخد السدس. السدس. يبقى أفادنا ذلك شيء، إن إحنا وفرنا من المال سدس المال. صح ولا لا؟ صح. طب ايش كم يعطون الزوج؟ النصف لعدم الفرع الوارث، الام الثلث، السدس لوجود الجمع من الاخوه. نعم. الاخ لام والاخ الاخ لام ياخذ السدس. السدس ليه؟ للانفراد ولعدم الاصل والفرع. والفرع. طب دول مع بعض الاخ الشقيق او الاخت الشقيق والاخت الشقيقه والاخت الشقيقه عصبه بالغي. أحل المسألة كده 6، النصف 3، الأم السدس واحد، الأخ الأم السدس واحد. إذا بقي لأصحاب التعصيب واحد. يبقى المسألة مش مشتركة. صح ولا لا؟ صح. ليست مشتركة. إن المشتركة جاية يا إخوانا محبوكة على قدر من كتبوا، على مقاسهم بالظبط. علشان كده عمر شركة ولم يبق لأصحاب التعصيب هناك شيء. نعم. هنا بقي شيء لأصحاب التعصيب. خلاص ترى بقية القاعدة نعملها إلا إيه؟ نعم. خلينا نقول إن المسألة المشتركة دي استثناء. استثناء واحد فقط لا غير.
والمستثنيات عند الرأي معروفة في كتب الأصول. استثناء واحد ما تمشيوش انت كلها استثناء، لا انت مع العلماء في مسألة واحدة اسمها المشتركة في استثناء وهو التشريك، في غير المشتركة لا تشريك. هذه مشتركة؟ لا ليست مشتركة. لماذا؟ لأن من أركان المشتركة أن يوجد فيها إخوة لأم، نعم جماعة، نعم. وهنا كم أخ لأم؟ واحد بس. إذا تغيرك، تغيرت إيه؟ المسألة، تغيرت النتائج. واضح معنا كده؟ واضح. تفضل محمد. ماتت عن زوج، زوج وأم، أم وأختين لأم، أخت لأم اثنين وأختين شقيقتين، أخت شين اثنين، تمام؟ حاجة ثانية؟ تمام. طيب، على ما تعلم كما نحن، الزوج ما فيش فرع وارث، النصف، النصف لعدم الفرع، تمام. طب الأم في جمع من الإخوة تأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة، الجمع من الإخوة. طب إخوة لأم الثلث، نعم ياخذ الثلث كما هو. ليه؟ لعدم وجود الأصل والفرع، لعدم الأصل والفرع ولكونهم جمع. ماشي محمد؟ ماشي. الأخوات الشقيقات يرثون بالتعصيب. الأخوات الشقيقات يرثن بالفرض، لهن فرض ثابت وهو الثلثان. إذا ياخذ التلتين. طالب علم مستشرق كده، مسألة كبرت، ما تكبر انت، مالك انت ليه تجعل نفسك حكما بعقلك؟ صح. الأخت الشقيقة أو أختين شقيقتين لهن الثلثان. ليه؟ توفرت معنا الشروط. نعم. لوجود المشاركة، مش كده برضه؟ ولوجود ولعدم وجود المعصب. المعصب. نعم. والاصل والفرع، الاربع شروط توفر، تاخد التلتين خلاص. طب ايه اللي هترتب عليه؟ اي 3 3 6 2، مساله من 6. النصف كام يا محمد؟ 3. 3. السدس 1. 1. ثلث 2. الثلثان 4. ده كبرت يا شيخ. 4 و2 6 7 10، ما تكبر انت مالك 10. ده اللي اسمه ايه؟ عول. الله يفتح عليك، مش كده؟ علشان كده طلبة العلم خلي بالك، مسألة مهمة جدا. علماءنا حفظ الله الأحياء منهم ورحم الأموات، لهم طريقة في التدرج في التعليم. نعم. شوف، بدأ يدينا حاجة عن بقى إيه؟ عن العول، بتجي لك في الطريقة أهو، تلقائي مرة معنا واحدة الدرس الماضي، وأدي كمان واحدة عشان عقلك يتهيأ ليه؟ لما تتكلم عن العول، تتكلم عن الرد، يبقى أنت عندك معلومة عنه بسيطة. الشاهد، هل المسألة دي مشتركة؟ ليس لا. مشترك، مش مشترك. ليه؟ انه قال اركانها زوج وام واخوه لام واخوه اشقاء. اخوه ايه؟ اشقاء. اشقاء. هنا اخت شقيقه، هنا اخت شقيق، يبقى مش مشترك، احلها عادي. تعول تعول، ما عنديش مشكله خالص. هنا اختين شقيقتين. ايوه، دي اخوات شقيقات. تعول هابي انك واحد عدي النصف وتعول تعول المساله، ما فيش مشكله خالص. انها ليست مشتركة، واضح كده الكلام؟ ليست مشتركة. ناخد كام مسألة يا محمد؟ ماتت عن زوج، زوج وأم، أم وأخوين، أخوين إيه؟ لأم، لأم وأخت لأب. أيوة، وأخ لأب. جميل. طب أخ لأب، جميل. الزوج يا محمد هنديله يا شاب الزوج كما نحن، النصف، النصف، النصف لعدم وجود الفرع الوارث. الام في جمع من الاخوه السدس، السدس لوجود الجمع من الاخوه. طب الاخوين لام الثلث، الثلث لعدم الاصل وعدم الفرع، عدم الفرع وكونهم جمع، ثلاث شروط. الاخت لاب مع الاخ لاب عصب، ياخذ الاخ تعصيبا. طيب، هو اولى رجل، رجل ذكر ويترث وهي عصبه، عصبه باخيه بالغير، بالغير، تمام كده؟ طيب، 3 6 2 يبقى اصل المسألة من 6. النصف 3، 3 السدس 1، 1 الثلث 2، 2. الله، ده كده لما يبقى شيء
يبقى دي مشترك. لا ليه بقى مش مشترك؟ عشان اخوه لاب. الله يفتح عليك، ده هو جايبها عندك عشان يعرف الغلطات احنا بنقع فيها فين. قال لك دول ياخدوا الباقي تعصيبا بس لانهم اخوه لاب. ايه بص كده ايه، انا عايز شويه تاخر ايه، وانت زوجا واما وارثه واخوه للام واخوه ايضا لام وابي، يبقى اخوه التانيين دول يكونوا ايه، اشقاء، شرط انهم يكونوا ايه، اشقاء على الاقل فيهم ذكر واحد. طب الان دول لي اب خلاص يسقطوا، مش مشكله. طب ليه هؤلاء من الله المشتركة لازم يكونوا إخوة أشقاء، أشقاء؟ ما ينفعش يكونوا إخوة لأب. لا، وده من ضمن الطرف الجميلة، هؤلاء دخلوا من قبل أبيهم وهؤلاء دخلوا من قبل أمهم، اللي دخل مع أمه كسب، صح ولا لا؟ صح. واللي دخل مع أبوه ما خدش حاجة. المواريث فيها أمور تقف كده، سبحان الله العظيم، سبحان الله. هؤلاء اشترط الله لهم شرطا وفرض لابناء الام، هؤلاء قالوا احنا خلينا على التعصيب احنا عشان بناخدكم كبير، او جه مثال اهو ما خدوش حاجه. وابناء الام اخذوا 2/6 ثلث التركه، ولا ينازعهم فيها احد، سبحان الله، ولا عالم ولا شيخ العلماء، سبحان الله، مفيش نقاش فيه، سبحان الله. نعم. طيب مثال اخر كمان. طيب شغال المره دي امثله كتير عشان تتضح المعلومه. تمام، لازم ناخد امثله كتير. اتفضل. طيب ماتت عن زوج. طيب كويسه دي، ماتت عن زوج، كل مره تقول لي مات عن زوج. هو لازم هنموت الناس كلها عشان نفهم. زوج ولا زوجه؟ ماتت عن زوج. زوج ما ينفعش، ماتت عن زوجه ما ينفعش. هتيجي ازاي كده؟ ما تجيش. ماتت عن زوج وجده، جده واختين لام، اخت لام اثنين، واخ شقيق، اخ شقيق. حد يحل معايا المسألة دي؟ الشباب حلوا معانا. طيب للزوج، ايوه الزوج يشحن النصف، النصف لعدم وجود الفرع الوارث، الفرع الوارث. الجدة السدس، السدس لعدم الأم، وجود الأم. الإخوة لأم، الأخوات لأم، الثلث، الثلث لعدم وجود الفرع والأصل، ولكونهم جمعا. جمع. احفظ يا لكونهم ايه؟ جمع. جمع. طب والاخ الشقيق؟ يرث الباقي تعصيبا. دول توفيت الشروط، او لا رجل تعصيب. ذكر. مش كده برضه؟ او لا رجل ذكر. اصل المساله من 6، النصف 3، السدس 1، الثلث 2، ولا يبقى له شيء. لو اراد بعض اهل المذهب الاخر ان يشركوا هنا لا قبل، يقبل الاخ الشيخ مع الاخوه لام، والجده لم تضر المساله في شيء كما هي، يعني هي مكان الام. فممكن يشاركوا، ممكن تكون مشتركه على قول الاخر، يعني احنا ماشيين على مذهب بعض ان شاء الله. نمشيها كده؟ ان شاء الله باذن الله تعالى. ما نمشيهاش لا ما نشاركش. ليه؟ ليه؟ لان مكان الام جده، والشارع قال انت زوجا واما، فاشترط ان تكون اسمها ايه؟ ام. لكن بقول لك بعض المشايخ قد يشرك، قد يشرك، هذا قوله. تمام. طيب احنا في الاول قلنا غير كده. قلنا ايه؟ قلنا الجده في المساله دي بتنزل منزله الام وبنشرك. ده صحيح. بقول لك يعني في قول اخر، يعني المساله دي فيها متسعه. المساله دي لنا ان نقول بال قول هذا او بالقول هذا او بالقول. نعم. والاصح؟ لا ما فيش اصح. طيب كلاهما مقبول عند العلماء. طيب كلاهما مقبول. طيب اللي يعمل بالقول الاول يجب عليه ان يعمل به في جميع المسائل المشابهه ولا يغير؟ لا، مذهبا ويمضي عليه. ياخد القول مذهب، تاخد مذهب ويمضي، وما ينفعش ان هو يغير من حاله لحاله كما فعل عمر رضي الله عنه. المشايخ علمونا شيء جميل. سالني احدهم قال لي يا ابني هي المذاهب كام الفقهيه؟ قلت له 4 مولانا، ابي حنيفه، مالك، الشافعي، احمد. قال لي في مذهب 5. فانا امعنت عقلي، قلت سفيان بن عيينه، سفيان الثوري، او مذهب المصريين، ليث بن سعد، يا اهل مصر، او قال لا 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 لا، في مذهب 5 اسمه الترقيع. عارف مذهب الترقيع ده؟ ايوه عارف. شويه من ده على شويه من هو. ما ينفعش، ده مذهب باطل.
ده المذهب المعمول به دلوقتي يعني. الله اعلم. كان مذهب باطل الترقيع ده، من كل حته يجيب ايه، كل جزء من المذهب يجيب الحته اللي توافق هوى من يقوم بالامر فنجعلها حكم على الناس. لا، لو مضينا على مذهب الشافعي في مصر كما كان قديما كان رحمه للناس. في بعض الامور يختلف الفقهاء، يختلف ولكن تمضي، والمتفق عليه يمضي، خلاص هو مذهب واحد يضرب على الناس جميعا. طب لو ذهبنا لبلد تقيم مذهب الحنفي يقام على الناس جميعا. احنا في مصر احنا بنتجوز حنفي وبنطلق شافعي ومالكي وابو حنيفه، مش عارف كسبت مكان ولا لا. كل المصريين بيقول لك احنا بنتجوز على مذهب، طب وطلق شافعي ومالكي، قال طب وابو حنيفه، طب واحمد. ربنا يهدينا يا رب واستحلنا حال الله. نعم. مثال اخر. نعم. طيب ماتت عن زوجه ماتت عن هنا مكتوبة ماتت عن زوجة. طيب مات عن زوجة، لا بس مات عن مات عن زوج. انت ماتت هنا مكتوبة ماتت عن زوجة، فهي طبعا هذا خطأ في كتاب. ماتت عن زوج. زوج. نعم. وإيه؟ وأم. أم. وأخوين، دي أم. أخ. وأخ شقيق. اثنين. هي دي اللي حلناها. طيب هي دي حلناها شوية. هي هي. طيب يبقى في خطأ، عشان كده المثال الأولاني الخامس والسادس. طيب يعني إيه أصبحوا إيه نفس الحاجة. طيب نشطب عليها. طيب ماتت عن زوج وأم وأخوين لأم وبنت وأخ شقيق. لا تاني كده، ماتت عن زوج وأم وأخوين لأم وإيه؟ ماتت عن زوج وأم وأخوين لأم وبنت أخ شقيق. أيوة بنت أخ شقيق. أخ شقيق. نعم. تمام. شوف أخ محمد، هنا المسألة دي فيها جزئين من اللطف كده يعني. نعم. الزوج النسب، العدم ولد الفرع الوارث. نعم. الأم السدس لوجود الجمع اللي هم أخوين إيه؟ لأم. ماشي؟ طيب. الإخوة لأم الثلث. نعم. لكونهم جمعًا ولعدم الفرع وعدم نعم. الاصل. نعم. طب بنت الاخ الشقيق. بنت الاخ الشقيق هترث مع ال ها؟ تابعوا معانا مع حد بيذاكروا ها؟ طيب. تدوا ايه لبنت الاخ الشقيق؟ تنزل منزلة أبيها؟ نزل منزلة الصالحين. الله المستعان. ده اختبار لطالب العلم، يا طالب العلم. هل درست في باب الوارثات من النساء أن أحد الوارثات اسمها بنت أخ؟ مفيش. مفيش. والوارثات من النساء سبع، قول معايا، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت. سبعة الإجمال، عشرة التفصيل. دي مش منهم. بنت الأخ الشقيق مش منهم. ليست وارثة. هو عطى لك اختبار فهتعمل إيه؟ عشان كده أنا بقول لك ذاكر الماضي، ما تغلطش. دي اسمها إيه؟ اسمها أرحام. حط رأي مؤقتة كده. عفوا، أرحام مؤقتة. دي مش وارثة مطلقة. دي بره مسألتنا تماما. يا مسألتنا اللي فوق دول بس. يبقى المسألة من ستة، النصف ثلاثة، السدس واحد اثنين، مسألة فوق مش هيخلص. بس ابن الأخ الشقيق معانا. لا. اخلى المسألة كويس كده؟ لا أنا بقول مش هنا في المسألة دي، بصفة عامة ابن الأخ الشقيق معانا. لو ذكر الشيخ قال إيه؟ قال زوج وأم وإخوة أم وابن أخ شقيق. أيوه. كنا قلنا بقى عصبة. ابن الأخ الشقيق إيه؟ عصبة. خد عصبة. بقي له أم لم يبقى مش مشكلتنا. طيب. لكن أي ينزل مزيد قال طيب عصبة. لو ابن الأخ الشقيق مع بنت الاخ الشقيق لا يعصب. لا يعصب. وليس ابن الاخ بالمعصب من مثله او فوقه في النسب. يعني هو بس يرث دون اخته. يعني دي لو معاه ابن اخ شقيق نفترض وفي مال باقي، هو ياخذ الباقي دونها. تمام. نعم. هي لا ترث على الاطلاق. نعم. ارحام ليس هي من العشرة اللي ذكرناهم؟ لا. طب هي من 25؟ لا. انت بتعكس نبيه محمد. ما بعكسش. اتفضل. بنأكد على المعلومة. اتفضل حبيبي الله يكرمك. ماتت عن زوج. كمان؟ ده انت ناوي بقى الحلقة دي كلها مسائل ولا ايه؟ آخر مسألة إن شاء الله. ماشي.
وولدش محمد. وأختين لأم. تاني كده، زوج. زوج وأم. زوج وأم. وأختين لأم. أخت لأم اثنين. وأخت شقيقة. أخت شين. تمام كده؟ تمام. الزوج يا محمد كالعادة، الزوج ياخذ ايه؟ النص. العادة هو فعل الوارث. نعم. الأم ايه؟ السدس. نعم. موجود يعني الإخوة. نعم. الإخوة لأم الثلث لعدم الأصل وعدم الفرعي وكونهم جمعا. الأخت الشقيقة النصف. نعم. ليه؟ لتحقق الشروط. نعم. لعدم المشاركة، عدم المعصب، عدم الأصل، نعم، عدم الفرع. الأربعة موجودين أم موجودين؟ تاخد إيه؟ النصف. نحل المسألة. اثنان ثلاثة ستة أصلها من ستة. النصف ثلاثة. السدس واحد. ثلث اثنان. النصف ثلاثة. نعم. يا شيخ دي كبرت كده، ما اسمهاش كبرت، ما عالت. عالت. يبقى ثلاثة خمسة ستة تسعة. أنا شاطر كده، كاتب إيه؟ تسعة. يبقى عالت المسألة إلى تسعة. وإذا يا شيخ محمد سماها زي إيه؟ خدنا عليه مثال في الحجب اسمه ازدحام. إيه؟ حجب بسبب ازدحام في عول. ازدحام في عول. عول. لما عالت المسألة على اصلها فقلت الانصبه والسهام فيها. وضع معنا كده؟ تمام. طيب بركه، الحمد لله احنا يعني انتهينا من المساله المشتركه، وان شاء الله نكمل يعني. لا احنا بعد كده داخلين باب جديد، باب جميل كده. ان شاء الله نكمل بعد ذلك في باب اخر من هذا العلم المبارك. نعم. فضيله الشيخ علاء عامر جزاك الله خيرا. يلا. واحسن الله اليكم ونفعنا الله بعلمكم. نعم. إخوتي في الله، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المجلس. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزدنا علما وعملا. اللهم أمين يا رب العالمين. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة ديت اللي هي الميلة ديت،